يقود خبير السيارات كريستوف باور هذه المرة سيارة ماترا جيت، وقد استحوذت هذه السيارة الرياضية التي صنعها الفرنسي ريني بوني قبل 50 عاما على اهتمام كبير في باريس، ليس فقط بسبب تصميمها الفريد وإنما بفضل تفاصيلها الداخلية. أجلس الآن في سيارة ماترا جيت من عام 66، سيارة رياضية صغيرة بهيكل من البلاستيك المقوى ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، لكن المميز فيها هو موقع المحرك الموجود في الخلف تحت هذه المنطقة في صندوق الأمتعة، ما يعني أنه محرك متوسط. أولى السيارات الناجحة رياضياً المزودة بمحرك متوسط نشأت في 30ات القرن الماضي، وفي سيارة السهم الفضي من شركة أوتو أونيون وضع المحرك مباشرة خلف السائق ليؤمن توزيعاً مثالياً للوزن. وفي سباقات فورمولا 3 أخذت شركة كوبر البريطانية نفس نظام المحركات في نهاية الأربعينيات، ومنذ 60ات صار أساسياً أيضاً في سيارات الفورمولا 1. مزايا السباق تمتلكها أيضاً ماترا. قبل أن يسخن المحرك يكون مزعجاً بحركاته وصوته، ولكن عندما تصبح حرارته مناسبة يظهر بعد وصوله ل3000 دورة ما يمتلكه من قدرات كبيرة. وعندها يزداد استهلاكه للوقود، تسارعه إلى 100 كيلومتر يتم خلال 8 ثوان، أما السرعة القصوى فتبلغ 210 كيلومتر في الساعة. بين عامي 62 و 64 صنعت شركة بوني 190 نسخة من سيارة جيت، ثم اشترتها شركة الأسلحة ماترا فحسنت معدل الاستهلاك. صندوق التروس في هذه السيارة مصيبة، العثور على الحركة المناسبة يحتاج لحظ كبير، وخاصة حركة الرجوع إلى الخلف. السبب في ذلك هو الرغبة في توفير التكاليف، فلقد جرى تركيب علبة تروس تعود لسيارة نقل من رينو، وكل هذا بعيد في الخلف، ويجب نقل الحركات بطريقة معقدة عبر وصلة معدنية بطول متر مرتبطة بهذا الذراع القصير هنا. إنه أمر مزعج حقا. ومع وزن السيارة البالغ 775 كيلوغراماً وهي فارغة، يولد المحرك قوة 105 أحصنة. وطورت السيارة أصلاً للمشاركة في السباقات، لكنها مناسبة أيضاً للطرقات العادية. من يقود ماترا يجب أن يتمتع ببعض مهارات السباقات، فليس هناك مقاعد حقيقية وإنما شيء شبيه بالمقاعد، فيجلس السائق قريبا من الأرض، وبالطبع سيشعر عندها بأن صوت المحرك مزعج. المحرك هنا في الخلف ولا يمكن بالتالي تخفيض الضجيج. ضفة النهر في مدينة ريفا ديل غاردا، مكان السيارة غريب جدا، فتبدو ماترا وكأنها طبق طائر قادم من المستقبل البعيد أمام هذا المكان التاريخي. الهيكل المناسب بأناقة لا تؤثر في انسيابيته سوى فتحتي تهوية فقط لإخراج حرارة المحرك. في الداخل كل شيء ذو شكل رياضي، مقود صغير، مفتاح تشغيل قصير، والكثير من اللوحات. ماترا جيت هي حقا سيارة ساخنة في الداخل، وحتى الساونا الفنلندية لا تقارن بها. أنا فعلا من هواة هذه السيارات الانسيابية المسطحة، لكن النوافذ المسطحة تتسبب في حرارة مفرطة، بينما المحرك في الخلف وجهاز التبريد في الأمام والأنبوب الذي يصل بينهما يمر عبر القمرة الداخلية فيرفع حرارتها. وضع المحرك مباشرة خلف السائق ولا يحمي منه سوى هذه السجادة، لكن يمكن فتح السقف على الأقل في هذه السيارة، بينما في نسخ أخرى منها قد تطير النافذة الخلفية عند القيادة بسرعة عالية. وتحت هذه النافذة وضع المحرك رباعي الأسطوانات الذي صممه ساحر المحركات أميدي غورديني. اثنان من الكربوريترات المزدوجة يولدان الطاقة والصوت الرائع للمحرك. في الأصل صنعت ماترا جيت خصيصاً لسباق 24 ساعة في لومان، أما إنتاجها كسيارة عادية فلم يكن في الواقع سوى شيء ثانوي.
وهذا ما يلاحظ عند تفحص مكوناتها، فالهيكل الخارجي صنع من البلاستيك ليصبح وزن السيارة 775 كيلوغراما فقط. أما مجموعة الحركة فهي بالأساس لسيارات سباقات الفورمولا 3، وهذا يعني أنه يوجد 2 من النوابض ومثلهما من ممتص الصدمات على كل عجلة في الخلف، كل هذا بالتوازي مع هذا المقود الصغير، ما يجعل قيادة ماترا جيت ممتعة وسهلة وفي نفس الوقت دقيقة عند المنعطفات. الشيء الرائع في ماترا هو المحرك المتوسط، فبينما كان وجود السائق والمحرك معا في قمرة السيارة مقتصرا على سيارات السباقات فقط، جعلت ماترا الأمر مقبولا في الحياة اليومية أيضا. رغم أن عدد السيارات التي صنعت من ماترا جيت تقل عن 1700 سيارة، إلا أنها تعتبر بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات، فقد كانت أول سيارة بمحرك متوسط لتصبح قدوة لأجيال بعدها من السيارات الرياضية، وبفضل التوزيع المثالي للوزن كانت حينذاك لا تنافس في مجال الثبات على الطريق. فأطلقت بالتالي تقليعة جديدة في عالم السيارات، شركة دي تومازو ولامبورغيني واللوتوس وفيراري وبورشه، كل هذه الشركات طورت في الستينيات سيارات رياضية بمحرك متوسط.